السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني واهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي، استاذ آلة العود والنظريات والغناء في معهد الموسيقى، في معهد الدراسات الموسيقية في بغداد. احييكم واهلا وسهلا بكم. اليوم احنا عندنا تمرين هو طبعا يقويكم بالريشة ويقويكم في قراءة النوتة الموسيقية، وايضا يضيف لكم عامل جيد اللي هو كيف تقرأ النوتة الموسيقية. لاحظ أمامنا الآن هذا التمرين، تمرين البيضاء اللي مكتوب السكتة. طبعا هو هذا التمرين راح يعلمك كيف تقرأ نوتة وكيف تعزف علامة البيضاء، ومن ثم كيف تبلش بالسكتة الموسيقية. طبعا احنا راح ناخذ أربعة أسطر في هذا التمرين. أول ما نبدأ نشوف، نلاحظ أول سطر الموجود اللي هو مفتاح صول، ومن ثم الميزان الموسيقي. قبل الميزان لا توجد أي علامة تحويل أو دليل للمقام، بمعنى أنه هذا من مقام العجم على درجة الدو. الآن نبدأ. طبعا هو البلانش 8 ريش في العود، 8 ريش بالعود، لكنه أنا اختصرتها حتى نقدر نتقوى بالعود. قراءتنا راح تبدي بعد ما عرفنا أنه هذا التمرين، وبعد ما عرفنا النغمات الموسيقية، بعد ما حفظنا الأماكن مالتها، لازم ندقق جيدا حتى نقوى الريشة. راح يكون هو كالتالي، راح يكون كالتالي. هذا طبعا هو راح يكون بدايته راح تكون دو دو، فراح يكون عندنا بالترتيب التالي: دو مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. هذا الخطين يا معناته عادة من جديد مرة ثانية: دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول لا مي ري دو دو ري مي ري دو. الآن سكتة 1 2 ري مي فا مي ري، سكتة 1 2 مي فا صول فا مي 1 2 صول فا مي ري دو 1 2 صول فا مي فا صول إلى هنا. نختصره، كون أنه هذا التمرين هو أكثر من الحد المقرر بالنسبة للطالب المبتدئ أو المتعلم، هذا راح يفيدك بموضوع أنه تقرأ، راح يفيدك تقوي الريشة، راح يفيدك أنه تعرف كيف السكتة. وهذه السكتة هي طبعا كعلامة تضاف، علامة جمالية للمؤلفات الموسيقية حتى تضيف إلى جمالية. فإحنا شو راح نسوي؟ راح يكون عندنا كالتالي، يعني هذا قدامنا هو التمرين: دو ري مي فا one two
خلص هذا أنا شنو غايتي من أزفت أسرع؟ غايتي إنه أنت تبدأ ببطيء على المترونوم تتمرن مثلا أو بدايته شوف نفسك تحسن تزيد راح تزيد إن شاء الله تستفادون وأي اقتراح من لكم أنا حاضر وجاهز إلى أنه نطور من القناة وأيضا لا تنسون الاشتراك في القناة وموجودة عندنا دورات موسيقية 8 محاضرات شهريا اللي يريد حب يشترك موجود تقدرون تتصلون على رقم الواتساب اللي هو أسفل الفيديو تحياتكم وشكرا جزيلا السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.